الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي ذنوبي جميعا وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وبعد، الحمد لله على نعمة النعم ومنة المنن، الحمد لله على النعمة الكبرى والمنة العظمى، الحمد لله على أعظم نعمة أنعم بها علينا، الحمد لله على أجل منة امتن بها علينا، الحمد لله على لا إله إلا الله محمد رسول الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي هدانا صراطا مستقيما دينا قيما ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الحمد لله الذي أنعم علينا بهذا اللقاء الطيب المبارك بعد صلاة الصبح وأذكار الصباح وركعات الضحى ومجلس تلاوة القرآن. ها هو قد أنعم الله عز وجل علينا بهذا اللقاء الطيب حتى نستشفي بكتاب الله سبحانه وتعالى، ونحمد الله عز وجل الذي جعل القرآن هدى ورحمة وشفاء، ولكن ليس لكل أحد وإنما للمؤمنين كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من المؤمنين الذين يكون القرآن لهم شفاء، وأعيذ نفسي وإياكم بالله عز وجل أن نكون من الذين لا يزيدهم القرآن إلا خسارة. أحبتي في الله، لازال الحديث موصولا حول الأحراز الربانية من السهام الشيطانية، وقد أنعم الله عز وجل علينا فيما مضى بدراسة 14 حرزا من هذه الأحراز، ألا وهي سورة الفاتحة، آية الكرسي، خواتيم البقرة، قراءة سورة البقرة في البيت، المعوذتان، رقية جبريل، رقية إبراهيم، التهليل، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم ثلاث مرات، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، الاستعاذة مع اللعنة، تعويذة المولود، أربع ركعات الضحى، سبع تمرات عجوة. وأنعم الله عز وجل علينا في اللقاء السابق، وقمنا برحمة الله عز وجل بدراسة آلية تأثير هذه الرقى أو تأثير هذه الأحراز في الشفاء، كيفية الشفاء بهذه الأحراز أو بهذه الرقى. تحدثنا برحمة الله عز وجل في المرة الماضية عن ما حدث مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عندما خرج بقوم موسى بقوم بني إسرائيل من مصر، ثم تعثروا في الطريق وضلوا الطريق، ثم بعد ذلك علم أن السبب أنهم لم يأخذوا معهم عظام يوسف، إلى آخر القصة التي أنعم الله عز وجل علينا بدراستها في المرة الماضية. ودرسنا قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر وكيف يسر الله عز وجل على الخضر، ودرسنا قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ويوشع بن نون في فتح بيت المقدس، درسنا عدة قصص. هذه القصص التي درسناها، ما هي ما علاقة هذه القصص بموضوع السحر والرقية؟ قلنا قبل ذلك أن الذي جعلنا نتطرق إلى هذه الأحداث هو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا أن الذي يتصبح بسبع تمرات عجوة لا يصيبه في هذا اليوم سم ولا سحر. فإذا أخذنا هذه العجوة وأعطيناها في معمل تحاليل، هل سنجد فيها أي مؤثر على السموم والفيروسات وما إلى ذلك؟ هل سنجد أن الله سبحانه وتعالى أودع في هذه العجوة شيئا ما يكون من أمر أن يقضي على السموم؟ لا. فأردنا أن نفهم ما هي العلة التي تجعل هذه العجوة شفاء من هذا السم أو من هذا السحر، وقلنا أن العلة هي علة الامتثال، علة الامتثال لشرع الله سبحانه وتعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كل سبع تمرات عجوة، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لك مثلا خذ حبة تفاح أو ثمرة تفاح أو كل ثلاث ثمار من الليمون أو أربع أو مثلا تسع ثمار من الطماطم أو غير ذلك، وأنت امتثلت سواء كان ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عجوة، تفاح، ليمون، طماطم، خيار، أي شيء،
إذا امتثلت سيشفيك الله عز وجل، ليس بسبب الطماطم أو الخيار أو العجوة أو كذا أو لا، ولكن سيكون الشفاء لأنك امتثلت لأمر الله سبحانه وتعالى. إذا أيها الأحبة، نحن عندما نتعلم قصة من القصص القرآنية أو من القصص النبوية، ليس المقصود أن تعرف الحدث، ليس المهم أن تعرف الحدث، ولكن المهم أن تتعلم الدرس الذي أراد الله عز وجل أن يعلمك إياه من وراء الحدث. هذا هو الأمر المهم. فنحن نتعلم السنن الربانية عن الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عندما كان في طريقه ونسي ونام ثم نسي يوشع بن نون، هذا النسيان من سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بقدر الله، وما كان الله ليقدر ذلك إلا ليعلمنا شيئا. هذا التجاوز الذي حدث من موسى عليه الصلاة والسلام، هذا التجاوز الذي حدث لمكان الخضر، وهو المكان الذي أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليه، هذا التجاوز الذي حدث من موسى عليه الصلاة والسلام كان له علة من الله، له حكمة إلهية. فالله عز وجل أراد أن يفهمنا ذلك، أن هذه ليست جملة اعتراضية. التجاوز الذي حدث لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ليست جملة اعتراضية في القرآن، وإنما هو درس من الله عز وجل، أراد الله عز وجل أن يعلمنا درسا. فهل يا عباد الله تعلمنا الدرس الإلهي؟ هل تعلمنا الدرس الإلهي الذي أراد الله أن يعلمه لنا من وراء هذا؟ الله عز وجل أراد أن يعلمنا سنة ربانية، لأن هذا الكون مبني على سنن ربانية لن نجد لها تبديلا ولن نجد لسنة الله تحويلا. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا أن التعثر والتعسر بسبب تجاوز المرء لشريعة الله عز وجل والحيود عنها. فضع هذه السنة الربانية أمام عينيك يا عبد الله، أن التعثر والتعسر ثمرة الحيود عن شرع الله عز وجل وتجاوزه. ضع هذه السنة الربانية نصب عينيك أيها الأخ الحبيب، أنك إذا حدث لك أي تعثر أو تعسر فاعلم أن هذا ثمرة التجاوز لشرع الله عز وجل والحيود عنه عياذا بالله عز وجل، فعليك أن تراجع نفسك. هذا هو الدرس الذي يجب أن نستفيده، بأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلق قلوبنا به عز وجل. التزم بهذا وابتعد عن هذا يحفظك الله سبحانه وتعالى. إذن العبرة الله عز وجل عندما يصف لنا هذه الأحراز ويصف لنا هذه الوقايات الربانية، فهذه الوقايات الربانية لا تؤثر بنفسها، وإنما تؤثر بسبب علة الامتثال. أنت إذا امتثلت لشرع الله يحفظك الله سبحانه وتعالى. فضع هذا الأمر، اجعل هذا الأمر منهجا لك في مدارسة القصص القرآني والقصص النبوي، لأن الله عز وجل ما كان ليقص قصص أنبيائه ليسمر بها الناس، ولكن ليشمر الخلق في تدبرها واقتباس منافعها عاجلا أو آجلا، كما قال ابن المنير الإسكندري عليه رحمة الله تعالى. فيجب علينا أن ننتبه إلى هذه السنة الربانية جيدا، ألا وهي أن التعثر والتعسر ثمرت التجاوز لشرع الله عز وجل والحيود عنه عيادا بالله عز وجل. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سنأخذ الحرز الخامس من الأحراز الربانية، وهو التبريك. وهو التبريك كما جاء في الحديث عن محمد ابن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف، عن أبيه أبي أمامة ابن سهل بن حنيف قال: اغتسل سهل بن حنيف في الخرار فخلع جبة كانت عليه، وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد، وعامر بن ربيعة ينظر، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فصرع سهل مكانه، فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له: هل لك في سهل؟ فإنه غير رائح معك. فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تتهمون من أحد؟ فأخبره بما فعل عامر بن ربيعة. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه، هل لا بركت؟ توضأ له. توضأ له عامر بن ربيعة، فراح سهل بن حنيف
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس، ليس به بأس، حديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره. هذا الحديث الشريف يحكي قصة وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن سهل بن حنيف، كان سهل بن حنيف رضي الله عنه رجلا ذهب يغتسل، فاغتسل في مكان فيه ماء، في الخرار مكان به ماء يغتسل فيه الناس، فخلع ثيابه ليغتسل، وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد، جلده أبيض ومشرب بالحمرة، جلده جميل. فلما وقعت عليه عين عامر بن ربيعة، عامر بن ربيعة كان واقفا ينظر إلى سهل بن حنيف، فلما رأى جلده أبيض وجميلا قال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. المخبأة هي الفتاة العذراء. لماذا سميت مخبأة؟ لأن الأصل أن البنت العذراء حيية فتخبأ، لا تستطيع أن تبرز للناس كما تفعل بعض المبتذلات في عصرنا الآن، ولكن الأصل أن الفتاة العذراء تكون مخبأة مكنونة مصونة في خدرها، في غرفة نومها، في قعر دارها، هذا هو الأصل. فكان يقول: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني فتاة عذراء صغيرة جميلة في خدرها لا تبرز للناس، أنت جلدك أفضل من جلد العذراوات المخبآت في خدورهن. أعجب بجمال سهل وبلون جلد سهل، أعجب عامر بن ربيعة بلون جلد سهل إعجابا عظيم. ماذا كانت النتيجة؟ صرع سهل مكان سهل رضي الله عنه، وقع مكانه مباشرة، لم يستطع أن يتكلم. وكان هناك موعد بين سهل والنبي صلى الله عليه وسلم ليذهب معه في أمر ما. فلما صرع سهل رضي الله عنه ذهب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: هل لك في سهل؟ أنت تحتاج سهل، فإنه غير رائح معك، سهل مريض. فكعادة النبي صلى الله عليه وسلم في تفقد أصحابه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليتفقد رجلا من أصحابه، وهذا من أدب الصحبة يا عباد الله، أن الإنسان إذا كان في طريق وتخلف عنه بعض أصدقائه أو بعض أصحابه لا يذهب إلى حيث يذهب ولا يتفقد أصحابه، ولكن من الأدب الذي علمه، أدب الصحبة الذي علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام بحث عن سبب تخلف سهل بن حنيف رضي الله عنه، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم سهل بن حنيف. وهذه أيها الأحبة من حقوق الأخوة في الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 60، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فاتبع، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، حديث صحيح رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليزور سهل بن حنيف رضي الله عنه، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليزور سهل بن حنيف، وجده مصروعا، وهو كان بالأمس رجلا سليما فتيا صحيحا لا يشكو شيئا أبدا. ما الذي تغير؟ أنت كنت معي منذ قليل رجلا صحيحا قويا فتيا لا بأس بك، ما الذي صرعك بهذه الصورة وجعلك طريح الفراش لا تستطيع أن تتكلم؟ ما الذي حدث؟ هل تتهمون من أحد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم له نظرة وله فراسة وله حدس، فشعر أن هذا الذي حدث إنما هو من العين، كما قلنا بالفراسة، كما تفرس النبي صلى الله عليه وسلم مع جارية أم سلمة رضي الله عنها وقال لها إن بها النظرة، فهو تفرس لأنه يرى أن سهل بن حنيف رجلا أبيض وجميلا ومرض فجأة بدون أي أسباب، فسأل ما علة ذلك، فأخبروه بما فعله عامر بن ربيعة، وأن هذا حدث بعد أن قال عامر بن ربيعة هذه الكلمة مباشرة. فبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم استدعى عامر بن ربيعة، ندى عليه وتغيظ عليه، يعني غضب منه غضبا شديدا، وقال: علام يقتل أحدكم أخاه؟ لماذا يقتل أحدكم أخاه؟ كيف تتجرأ وأن تقتل أخاك؟ فطبعا
قتل المسلم هذا أمر عظيم جدا، والله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في كتابه مرارا، وكما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، نعوذ بالله عز وجل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا باب عظيم، باب تحريم الدماء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. وهذا باب عظيم، ولكن هذا مقام الإشارة فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ كيف يقتل أحدكم أخاه؟ هلا بركت؟ إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فليبرك. وهذا موضع الشاهد: إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا أعجبه فليبرك. إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا أعجبه فليبرك، يعني يقول بارك الله لك، يقول بارك الله لك. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذن أنا الآن عندما أدخل على أخي في الله فأعجب، أجده قويا، أجده جميلا، أجد أن الله عز وجل رزقه ولدا جميلا، أجد أن الله رزقه سيارة، أجد أن الله رزقه نعمة من النعم، أقول له: بارك الله لك في زوجك، بارك الله لك في صحتك، بارك الله لك في نظرك، بارك الله لك في سمعك، بارك الله لك في ولدك، بارك الله لك في سيارتك، ما شاء بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذن إذا أعجبت بشيء في أخي مباشرة ماذا أقول؟ بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك لك في كذا. إذا نتعلم هذا عباد الله، لا نذهب نقول كما قال عمرو بن ربيعة: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة فيموت الرجل بين يدي، هذا لا يجوز. أو أقول: هذه السيارة مثل الصاروخ فتنفجر أو تنقلب على الطريق، أو أقول: لم أرى مثل ولدك فيموت أو تضربه سيارة أو كذا، نعوذ بالله. ولكن إذا أعجبت بجمال أخي أو بابنه أو بذكائه أو بتفوقه أو بشيء من ذلك، فالإسلام يعلمنا التبريك، أقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك لك في كذا أو بارك الله لك في كذا. طبعا هذا الحرز يختلف عن الأحراز الأخرى. الأحراز الأخرى كان الذي يفعلها الشخص الذي يريد أن يحرز نفسه، أما هذا الحرز يعمله الذي يخاف أن يؤذي الآخرين. يعني الأحراز التي درسناها قبل ذلك: أنا مثلا الذي سأقرأ سورة الفاتحة، أنا الذي سأقرأ آية الكرسي، أنا الذي سأقرأ المعوذتين، أنا الذي سأقرأ سورة البقرة، أنا الذي سأقول لا إله إلا الله شريك له الملك الحمد لله كل شيء قدير حتى لا أؤذى. أما هذا الحرز ليس من أجل ألا أؤذى، لا، ولكن هذا الحرز من أجل ماذا؟ من أجل ألا أؤذي، من أجل ألا أؤذي. يعني إذن هذا الحرز من الشخص الذي يتقي الله ويخشى أن يلقى الله عز وجل بمظلمة، لأن بين يدي الله سبحانه وتعالى في مظالم، في مظالم كثيرة جدا لن نستطيع أن نستوفيها في هذه الدنيا. هناك مظالم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بالحجة من أخيه، فمن أقتطع له من أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار، حديث صحيح رواه الإمام أحمد بخير مسلم وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بشر، وقد تكون الأدلة الموجودة أمامي، قد يكون هناك رجل لئيم فعنده أدلة، مثلا رجل عليه مبلغ من المال وكتب ورقة ثم سرق هذه الورقة، وصاحب المال ليس عنده ما يثبت هذا الحق، ففي الدنيا أنا كقاضي لا أستطيع أن أعمل شيئا. يأتي الشخص الآخر صاحب الحق يقول لي مال عند فلان، يأتي المدين يقول ليس له عندي شيء، هل معك ما يثبت؟ لا، تقسم، أقسم، وينتهي الأمر وينفض المجلس على هذا الظلم البين. أنا ليس عندي دليل أستطيع أن أثبت به حق هذا الشخص، هذا المجلس انفض على ظلم بغير قصد مني، ولكن هل هذا الشخص الظالم نجا من محكمة الدنيا؟ ولكن هل سينجو من محكمة الآخرة؟
تستطيع في محكمة الدنيا أن تستف ورقك وأن ترشي القاضي إذا كان مرتشيا وأن تفعل أمورا كثيرة، لكن ماذا ستفعل بين يدي الحكم العدل سبحانه وتعالى إذا كنت مؤمنا به؟ فإذا هنا هناك مظالم لا نستطيع الحكم فيها في هذه الدنيا، ولكن لا يكون الحكم فيها بين يدي الله عز وجل. من هذه المظالم يا عباد الله الحسد، يعني أنت إذا كسرت سيارة أخيك، أو إذا مثلا أصبت أخاك ضربته أو قتلته، أو إذا ضربت ولده أو قتلت ولده، أو فعلت فيه أي أذى، أو حرقت داره أو حرقت حديقته أو عملت فيه أي مصيبة من المصائب، ستحاكم في هذه الدنيا. لكن إذا فعلت ذلك بعينك، يعني إذا نظرت إلى أخيك فأفسدت عليه زوجته، أو أفسدت عليه ولده، أو أذيته في جسده، أو أذيته في ماله، أو أحرقت له سيارته، أو فعلت فيه أي مصيبة، هو لن يستطيع أن يشكوك إلى القاضي ويقول هذا نظر إلي فأمرضني، أو هذا نظر إلى ابني فضربته سيارة، أو فشل في الدراسة، لن يستطيع أن يفعل ذلك في هذه الدنيا. لكن ماذا سيفعل؟ سيخاصمك بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقد يكون هو لا يدري، يعني أنت قد تضر أخاك وهو نفسه لا يدري أن الضرر الذي وقع عليه بسبب نظرك إليه، فهو لن يخاصمك، لكن من الذي يعلم ما في قلبك؟ الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا كنت تتقي الله، وإذا كنت تخشى أن تأتي يوم القيامة وقد ظلمت أخاك وقد آذيت أخاك، للنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فأنت هكذا المسلمون لم يسلموا من عينك، يعني يجب أن يسلم المسلمون منك، هذا هو المسلم. فهو هكذا المسلم، أخوك المسلم هكذا لم يسلم من عينك ولم يسلم من لسانك، المسلم هكذا المسلمون لم يسلموا لا من عينك ولا من لسانك. فإذا كنت تؤمن بالله واليوم الآخر، وإذا كنت ترجو النجاة بين يدي الله سبحانه وتعالى، إذا كنت ترجو النجاة بين يدي الله عز وجل، دعك من هؤلاء الذين يستطيعون أن يلبسوا الحق بالباطل وأن يجعلوا الحق باطلا والباطل حقا والظالم مظلوما والمظلوم ظالما، ودعك من شغل السحرة والدجالين والمشعوذين، دعك من هؤلاء، لسنا منهم وليسوا منا، ليسوا من ديننا ولسنا من دينهم. ولكن أن أتحدث معك أنت يا من تؤمن بالله واليوم الآخر وترجو أن تنجو من عذاب الله في جهنم وتطمع أن تكون في الفردوس الأعلى مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها المؤمن بالله واليوم الآخر إليك حديثي، يا من تؤمن بالله واليوم الآخر، إذا كنت تخشى أن يطالبك المسلمون بهذه المظالم، فإذا رأيت شيئا أعجبك من مسلم فبادر بهذا الدعاء، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بارك الله لك في كذا، في هذا الشيء الذي أعجبك من أخيك. اتفقنا أيها الأحبة؟ إذن اتفقنا أن هذا الحرص يختلف عن الأحراز الأخرى، أن الأحراز الأخرى كان يفعلها من يريد ألا يؤذى، من يريد أن يحمي نفسه ألا كي لا يؤذى، أما هذا الحرص فيفعله الشخص كي لا يؤذي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا الحديث يحتوي على أمرين، حرز ورقية، أو حرز وعلاج، وقلنا أن الفرق بين الحرز والعلاج أن الرقية هي الأصل والحرز فرع عن الرقية. فالحرز هو شيء يفعله السليم، شيء يفعله السليم حتى لا يصاب، فهو وقاية وحصن يتحصن به من الإصابة. أما الرقية فقد تشتمل على الأمرين، قد تشتمل على الحرز وقد تشتمل على العلاج بعد وقوع المرض، يعني الرقية تحمل المعنيين، تحمل معنى الحرز الذي يتحرز به الإنسان من المرض قبل وقوعه، كما تشتمل على العلاج الذي يتناوله الإنسان بعد الإصابة بالمرض عيادا بالله عز وجل. فهذا الحديث يشمل حرزا ورقية. ما هو الحرز وما هي الرقية؟ أما الحرز فهو كما الذي قلناه، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك لك في مالك أو ولدك أو زوجك أو بدنك أو صحتك أو عينك أو أذنك أو سمعك أو هذا الشيء الذي أعجبك من أخيك. أما الرقية أو العلاج، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال له توضأ له، الاستغسال، أن يغتسل العائن للمعين، العائن يعني الحاسد،
يعني الإنسان مثلا لو وقع في الحسد، إنسان أصيب بمرض بسبب حسد، أصيب بحسد فهذا الحسد أمرضه، أو مثلا شعر بكساد في ماله، المهم أنه أصيب بنوع أذى بسبب الحسد، ماذا يفعل؟ الحاسد يغتسل، يغتسل الحاسد، وبعد أن يغتسل الحاسد يأتي المعيون أو المحسود ويغتسل بفضلة هذا الحاسد، اتفقنا؟ إذا اسمه الاستغسال، وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني هذا فقه يجب أن نتعلمه. إذا جاءك أخوك، هذا فقه يجب أن تتعلمه يا عبد الله، إذا جاءك أخوك وقال لك يا أخي لو سمحت اغتسل لي، ما معنى اغتسل لي؟ يعني ستغتسل له، والماء الذي تغتسل به هو سيغتسل به بعد ذلك. لا تقول له انا احسدك عن ماذا، انت انا مالي اكثر من ما انا اشتري البلد التي انت منها، انا مالي اكثر من مالك 50,000 مرة، انا زوجي افضل من زوجك، واولادي افضل من اولادك، وشهادتي افضل من شهادتك، ساحسدك عن على ماذا، وهل فيك شيء يحسد، ويحسدك على اي شيء بالضبط، على كذا ام كذا، انت ليس فيك شيء يحسد اساسا. عياذا بالله هذا الكلام لا يخرج الا من الحاسد، يعني الذي يقول هذا الكلام، إذا قال الشخص هذا الكلام فهذا معناه أنه يثبت تهمة الحسد على نفسه. ولكن انظر يا عبد الله، أنت تحب الله واليوم الآخر، لا تغضب إذا قال لك أخوك اغتسل لي من سكات، تدخل الحمام وتغتسل وتأخذ الماء الذي اغتسلت به وتعطيه لأخيك كي يغتسل به، فهذا علاج للحسد. ولكن هل كل أحد إذا أصيب الإنسان بحسد ما، هل يستطيع الإنسان أن يذهب يقول للناس اغتسلوا لي؟ طبعا هذا شيء صعب. فالأولى أن يتعلم المحسود الرقى الشرعية الأخرى، فهي التي يحفظه الله عز وجل ببركتها من الإصابة بالحسد ابتداء. أما عندما مثلا ينعم الله عز وجل عليك بسيارة جديدة، أو تبني مثلا منزلا كبيرا، أو يكرمك الله عز وجل في ولدك مثلا ويتفوق في الدراسة وفي العلم الشرعي وما إلى ذلك، إذا وفق العبد في أمور كثير فهذا سيكون مدعاة للحسد. والإنسان يجلس في وسط أناس كثيرين جدا، هل سيقول لألف شخص اغتسلوا لي؟ فالأولى أن يكون الإنسان متحصنا بالأحراز الربانية، حتى لا يحتاج بعد ذلك أن يقول لأحد اغتسل لي فيقع في حرج. وهناك الكثير من الناس ضعفاء من الضعفاء في إيمانهم، وناس ضعفاء في إيمانهم، إذا سألتهم في ذلك قلت لهم اغتسلوا ويغضبون منك. ونسمع سؤال الأخت منة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ اتفضلي يا أستاذة منة. أنا كنت عايز أسألك، هو أنا في ثالثة ثانوي السنة دي. أستسمح حضرتك ارفعي صوتك يا بنية. إيه؟ ارفعي صوتك لو سمحتي. حاضر. أنا في ثالثة ثانوي السنة دي، ولما بروح الدرس وكده ببقى قاعدة مع أصحابي مثلا. نعم. ولو شفتهم مثلا بيحلوا أسئلة كتير عني أو كده، وأنا مثلا المرة دي ما جبتش أسئلة، فأنا ببقى متضايقة من جوايا، بس أنا مش في نيتي حاجة وحشة ليهم كده، بس أنا ببقى عايزة إن أنا أذاكر أكتر وكده وأجيب أسئلة أكتر منهم، فهو ده بيبقى حسد مثلا أو كده. أنت عندما كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك، طبعا شيء حسن جدا أن الإنسان عندما يسمع شيئا من دين الله عز وجل يبدأ يتفاعل مع هذا الشيء. يعني أنت أولا أشكر لك أيها الإبنة الفاضلة أنك تطبقين هذا الكلام، لأن في أناس للأسف يسمعون هذا الكلام لمجرد السماع، لكن أنت بارك الله فيك، فأنت ممن قال الله عز وجل فيهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فبارك الله فيك يا بنية، وجزاك الله خيرا على حرصك وعلى رغبتك في إرضاء الله سبحانه وتعالى وخوفك من عذاب الله عز وجل. الواجب عليك إذا رأيت من زميلاتك أنهن جزاهن الله خيرا مجتهدات، أن تقول لهن بارك الله، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بارك الله لكن في عقولكن، بارك الله لكن في ذكائكن، وهكذا تسألين الله عز وجل لهن البركة. وأيضا يجب
أن تنصحيهن في الله عز وجل. بمعنى للأسف نحن الآن نجد كثير من البنات تتعلم أمورا كثيرة جدا وتدخل كليات وتكون متفوقة في دراستها، لكن تفشل في حياتها العملية وتكون بائسة. وطبعا الفشل في الحياة الاجتماعية لا يعوضه شيء، يعني مهما كانت الإنسانة حققت نجاحا باهرا في الجانب الدراسي، لكن فشلها كزوجة وكأم لن يجعلها تستمتع بأي شيء آخر. أي شيء آخر سيكون أمرا ثانويا، لكن أساس التوفيق في هذه الدنيا بعد طاعة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له أن يكون الإنسان موفقا في حياته الاجتماعية، مثلا كزوجة أو كأم. فننصح بناتنا جميعا أن يتعلمن كيف يقومن بإدارة حياتهن إدارة صحيحة، كيف تكون زوجة صالحة، كيف تكون أما مربية. هذا ما يجب، أول ما ينبغي أن تتعلمه الفتاة بعد أن تتعلم كيف تكون أمة لله سبحانه وتعالى. وطبعا أرجو من الله أن يكون هذا الدرس عند مدرسة ولا تقع فيه مخالفات شرعية. أسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. نعود إلى حديث سهل ابن حنيف، وقلنا أننا تعلمنا من حديث سهل ابن حنيف عدة أمور، منها أننا تعلمنا حرزا ورقية شرعية، وقلنا أن هذا الحرز يختلف عن 14 حرزا التي تعلمناها قبل ذلك، أن الأحراز التي تعلمناها قبل ذلك كان الإنسان يقولها حتى لا يؤذى، أما هذا الحرز فيتعلمه الإنسان حتى لا يؤذي. الأمر الثاني وهو الرقية والعلاج، وهو الاستغسال، أن الإنسان إذا أصيب بحسد له أن يقول للحاسد اغتسل لي، وإذا طلب منك أن تغتسل، هذا حكم شرعي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: وإذا استغسلتم فاغسلوا، إياك أن يأتيك أحد يقول لك اغتسل لي تقول له أنا أحسدك على ماذا إن شاء الله، وهل أنت فيك شيء يحسد؟ إياك أن تقول هذا يا عبد الله، يا من ترجو الله واليوم الآخر، يا من تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، يا من تعترف وتعتقد أن لمحمد صلى الله عليه وسلم حق الطاعة عليك، تقول قل له سمعا وطاعة. إذا قال لك أحد اغتسل لي قل له سمعا وطاعة وتغتسل له، سواء أكنت حاسدا أم لست حاسد، فقد نجوت بفضل الله سبحانه وتعالى وامتثلت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، تثاب على ذلك وتؤجر، تثاب على ذلك وتؤجر. وبعد الفاصل نكون مع حرز جديد بإذن الله تبارك وتعالى، نلتقي على الإيمان بعد الفاصل، كونوا معنا على طاعة الله عز وجل. سنعود. للإعلان على شاشة الصحة والجمال يرجى الاتصال على 011-211-0682. لو انت ست بيت وشاطره في الاكلات الشعبيه، لو عاوزه كل ست بيت تستفيد من خبرتك، اشتركي دلوقتي معانا في اكبر مسابقه طبخ على قناه الصحه والجمال. للاشتراك في مسابقه احلى اكله
لو انت ست بيك وشاطره في الاكلات الشعبيه، لو عاوزه كل ست بيك تستفيد من خبرتك، اشتركي دلوقتي معانا في اكبر مسابقه طبخ على قناه الصحه والجمال. للاشتراك في مسابقه احلى اكله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بعد، عود حميد باذن العزيز الحميد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع الاحراز الربانية من السهام الشيطانية. تحدثنا قبل الفاصل برحمة الله وفضله ومنه وجوده عن الحرز الخامس عشر وهو التبريك. والحسد إن شاء الله تبارك وتعالى إن مد الله في أعمارنا سنتحدث عنه في حلقات مستقلة، لأن الحسد عياذا بالله عز وجل هذا هو المرض الذي أخرج أبانا من الجنة. الحسد هو أول معصية عصي الله عز وجل بها في السماء، والحسد هو أول معصية عصي الله عز وجل بها في الأرض. وكما قلنا سنتحدث عنه إن قدر الله لنا وكتب لنا عمرا، سنتحدث عنه في حلقات مستقلة بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن الآن سنكمل طريقنا في الأحراز الربانية من السهام الشيطانية. الآن بإذن الله تبارك وتعالى سنأخذ أحرازا خاصة. ما معنى أحراز خاصة؟ هناك الأحراز التي درسناها قبل ذلك أحراز عامة، ولكن هذه أحراز خاصة بمواقف معينة. مثلا حرز دخول المسجد، حرز خاص بدخول المسجد. كما في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد يقول: أعوذ بالله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا قال الإنسان ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. إذا قال الإنسان ذلك في يوم من الأيام، يعني إذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد في صلاة الفجر وقال هذا الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى يعصمه من الشيطان طول اليوم. قال الشيطان: عصم مني سائر اليوم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أمورا كثيرة، هذه الأمور حتى نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يريد أن يربط قلب المسلم به سبحانه وتعالى، أن تعلم بأن الله عز وجل وحده لا شريك له هو الذي يحفظك من الشياطين ويحفظك من شر كل ذي شر، هو آخذ بنصيتي. فلا عليك إذا أردت من الله عز وجل أن يعصمك ويحفظك ويصونك ويرعاك من الشيطان إلا أن تلتزم بما علمه الله عز وجل لك، ومنها هذا الدعاء إذا أردت أن تدخل المسجد. تأتي أخت تقول: ولكن الإسلام يعلمنا أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، فهذا الحرز سيفوز به الرجال دون النساء. أقول لك أيها الأخت الفاضلة، الله سبحانه وتعالى جعل لك بدل المخرج عشرات المخارج، ليس مخرجا واحدا أو بديلا واحدا، بل جعل الله عز وجل لك عشرات المخارج. ونحن أخذنا كما قلت لك قبل هذا 15 حرزا، فهذا حرز خاص، وقد يغنيك الله عز وجل عن هذا الحرز بما سبق دراسته من الأحراز السابقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا إياكم من شر الشيطان وشر كل ذي شر، هو آخذ بنصيتي. الحرز الخاص الثاني وهو يكون في أثناء الصلاة، كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان
أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، حتى يخطر بين المرء ونفسه، ويقول له أذكر كذا وكذا لما لم يكن يذكر قبل ذلك، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. حديث صحيح رواه إمام أهل السنة والجماعة أبو عبد الله أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وغيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نودي بالأذان، الأذان الذي يرفع عند الصلاة، إذا نودي بالأذان ولا الشيطان مدبرا، أدبر الشيطان وله ضراط. الضراط أعزني الله إياكم هو الصوت الذي يخرج من دبر الإنسان. فالشيطان يضرط ويكون ضراطه أعلى من صوت، يعني لا يريد أن يسمع الضراط ولا يريد أن يسمع الأذان. وفي عصرنا هذا هناك أناس كثيرون جدا كثيرون يفضلون الضراط عن سماع صوت الأذان، مثل الشياطين بالضبط. إذا فتح مثلا الإذاعة وجد شيخا يعلم قرآنا، شيخا يعلم حديثا، هو لا حاجة له إلى القرآن ولا حاجة له إلى الحديث، ويريد راقصة يشاهدها عياذا بالله، يريد عارية يتأملها، يريد أغنية يسمعها عياذا بالله، لا حاجة له إلى القرآن ولا إلى السنة ولا حاجة له إلى ذلك. وفي الآخر يقول لك أنا مسلم وهذا ترفيه وكذا وكذا عياذا بالله، وهذا كله فسق، نسأل الله السلامة. فهذا مثله مثل الشيطان الذي إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط حتى لا يسمع الأذان. في ناس هكذا إذا سمعت شخصا يعلم القرآن أو يعلم الحديث أو يذكر الناس بالله عز وجل أدبر وله ضراط، لا يريد أن يسمع القرآن ولا يريد أن يسمع السنة. فالشيطان فهذا يعني عياذا بالله، نسأل الله السلامة، يقتدي بالشيطان، أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان. فإذا قضي الأذان، إذا انتهى الأذان أقبل، عاد مرة أخرى. فإذا ثوب بها، ثوب بها هذا فعل مبني للمجهول، وهو من ثاب يثوب ثوبا أو ثوبانا أو ثوابا أو ثؤبا، والمقصود هو رجع يرجع رجوعا، كما في حديث يوسف بن ماهك عن أم عائشة رضي الله عنها تقول حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، إذا عاد الناس إلى دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فإذا ثوب، التثويب أي أحد يعود إلى شيء فعله قبل ذلك يقال ثاب، يعني رجع. والتثويب له عدة معاني، وكما قلنا أن الأصل في التثويب هو عود المرء إلى شيء فعله قبل ذلك. فمثلا يقال عن الصلاة خير من النوم، يقال عنها تثويب. لماذا؟ لأن المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فهذا نداء للصلاة، هو ينادي الناس كي يأتوا إلى الصلاة، ثم بعد ذلك يقول الصلاة خير من النوم، فهذا نداء بعد نداء فيسمى تثويب. ومن التثويب أيضا، أو من الأشياء التي تطلق عليها التثويب أيضا، الإقامة. لماذا؟ فإذا ثوب بها، يعني هو الأذان نداء إلى الصلاة، فإذا ثوب بها يعني إذا أعيد النداء إلى الصلاة مرة أخرى. متى يعاد النداء إلى الصلاة مرة أخرى بعد الأذان؟ الإقامة. إذا ثوب يعني إذا أقيمت الصلاة. فإذا قضي التثويب، إذا قضيت الإقامة، انتهت الإقامة، يعود. إذن الشيطان أول ما يسمع الأذان يفر حتى لا يسمع التأذين وله ضراط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى الأذان يعود مرة أخرى. فإذا أقيمت الصلاة فأثناء فترة الإقامة يهرب الشيطان مرة أخرى. فإذا قضي التثويب انتهت الإقامة يعود مرة أخرى. ماذا يريد الشيطان؟ قبل أن ننظر ماذا يريد الشيطان، إذا نستفيد هنا فإذا أن رفع الصوت بالذكر يطرد الشيطان. نأخذ هذه الفائدة عباد الله، أن رفع الصوت بالذكر يطرد الشيطان. يعني إذا هذا حرز، هذا حرز عام حتى وإذا كان في غير وقت الصلاة. يعني نستطيع أن نقول إذا وجدت مثلا أناسا إخوة، مجموعة من الإخوة، وهم جالسون، بدأ يحدث شجار فيما بينهم، وهذا يريد أن يعتدي على ذاك، وهذا يريد أن يرد على هذا، وشعرت أن الأمور بدأت تخرج عن طورها، وبدأت تشعر أن الشيطان بدأ يستحوذ ويدير الأمور من على بعد أو من على قرب،
وتقول لهذا استعذ بالله من الشيطان الرجيم لا يسمع لك، وتقول لهذا قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يسمع لك، ولا احد يريد ان يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ماذا تفعل؟ تؤذن. قم في وسط الناس واذن، فالاذان يطرد الشيطان. طول ما انت تؤذن الشياطين تفر. اذا هذا لون من الوان ابعاد الشياطين. لما عندما تشعر ان الشيطان بدا يستحوذ على مجموعه من الناس وبدا الشيطان يتدخل فيما بينهم، قف على مكان هكذا واذن حتى تطرد الشياطين من المكان، حتى يبتعد الناس. لان احيانا الشيطان يستحوذ على الناس وتقول هذا اقول استعذ بالله من الشيطان الرجيم لا يسمع لك، تقول هذا استعذ بالله من الشيطان الرجيم لا يسمع لك. فالحل كما قلنا عباد الله ان تصعد الى على مكان هكذا وترفع الاذان، فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا نودي بالاذان ادبر الشيطان وله ضراط لا يستطيع أن يسمع الأذان. نعود إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه. بعد التسويب بعد الإقامة ماذا يفعل الشيطان؟ يأتي مرة أخرى حتى يخطر بين المرء ونفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فيأتي الشيطان في نفس الإنسان يقول له أذكر كذا وكذا، لما لم يكن يذكر قبل ذلك؟ تعلم يعني أنت ممكن تجلس ساعات تبحث عن شيء وضعته في مكان ثم نسيت المكان الذي وضعت في هذا الشيء، فإذا ما دخلت في الصلاة يأتي الشيطان يقول لك أنت وضعته في الدرج الفلاني. وقد يأتي يلعب معك الشيطان يقول لك وضعته في هذا الدرج وأنت لم تضعه في هذا، تخرج من الصلاة سريعا تفتح الدرج لا تجده، يضحك عليك الشيطان يخادعك، يأتي الشيطان ويجعلك تقول هذا هو في هذا الدرج أو تحت هذا الكتاب، وأنت تريد أن تنشغل أنت في الصلاة لا تركز لا في الركوع ولا في السجود ولا في الأذكار ولا في القراءة ولا تركز في شيء، أنت تركز تريد أن تنهي الصلاة سريعا حتى تذهب تفتح الدرج أو تفتح الكتاب وترى الشيء الذي وضعته فيه. فإذا ذهبت قد تجده وقد لا تجده، ولكن ستجد نفسك أنت من شدة التفكير ومن شدة الشرود لا تدري أنت صليت 4 ركعات 5 ركعات لا تدري. طبعا هذا حكم فقهي بعيد، إذا شككت أنت صليت 3 ركعات أو 4 ركعات تبني على الأقل وتزيد ركعة ثم بعد ذلك تسجد سجدتين وأنت جالس وهما سجدتا السهو. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، هذا حرز خاص بالصلاة، أنك إذا سهوت في صلاتك ولا تدري هل سجدت سجدة واحدة أو سجدتين لا تدري، تقول سجدت تبني على الأقل تقول سجدت سجدة واحدة وتسجد سجدة أخرى، فإذا كنت سجدت سجدتين فهذه الثالثة فلا تكون قصرت، وإذا كنت سجدت سجدة واحدة تكون أتيت بركن المطلوب منك وسجدت سجدتين، وإذا كانت كما قلنا سجدة ثالثة فأنت ستسجد بعد ذلك سجدتي سهو حتى تجبر السجدة السهو الذي بسببه سجدت سجدة زائد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا سهى الإنسان في صلاته فيجب عليه أن يقوم بسجدتي سهو وهو جالس ثم بعد ذلك يسلم. هذا حرز من الأحراز الخاصة بوقت الصلاة وهو الأذان كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه سجدتي السهو. فأثناء الصلاة أيضا هناك حرز أيضا في أثناء الصلاة كما في الحديث الصحيح عن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه. قال عثمان رضي الله عنه ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. حديث صحيح رواه إمام أهل السنة والجماعة أبو عبد الله أحمد بن حنبل ومسلم وغيرهما. عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، يلبسها يعني يخلطها يجعلني أخلط في صلاتي، لا أستطيع أن أتدبر. أنا صليت أحيانا يأتيني الشيطان لا أدري صليت 3 ركعات أم 4 ركعات، لا أدري سجدت سجدة أم سجدتين،
لا أدري توضأت أم لم أتوضأ، إن آتي أقرأ، آتي أقرأ في القرآن أنسى، أسهو في القراءة أنسى آيات القرآن، إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبس علي. إذن الشيطان يا عباد الله قد يتعرض لأهل الصلاح. نسمع الأخت أم أنور ونكمل حديث عثمان ابن أبي العاص. تفضلي يا أم أنور. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا حاجة، تفضلي. أنا مولانا يعني ست مسنة وتعليمي متوسط، بقرأ القرآن من بعد صلاة الفجر لحد ما تطلع الشمس وأصلي ركعتين، فيعني شككوني قالوا أنت مش بتجودي، فصلاتك مش مقبولة وقرآنك مش مقبول، خلوني خايفة دلوقتي أمسك المصحف ولا أقرأ، أنا بقرأ زي الجرنان كده ما بعرفش أجود. فيعني أعمل إيه؟ طيب أنا سأجيبك لكن بشرط. تدعين لي دعوة بظهر الغيب إن ربنا يرزقنا الصدق والإخلاص وينعم علينا بشهادة في سبيله مخلصين لله عز وجل. أمين يا رب العالمين. تعيديننا حاجة بهذه الدعوة إن شاء الله. أمين يا رب العالمين، أوعدك بها بعد صلاة الفجر على طول. ماشي حاجة، ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يبارك فيك يا رب. أنت يعني نحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل ينعم علينا ونتعرف بهذه النساء الفضليات، وكما نعلم جميعا أنه لولا شيوخ رقع وأطفال رضع وبهائم رضع لصب علينا البلاء صبا. فبمثل أمنا الحاجة الفاضلة أم أنور و هذه النساء الفضليات، ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا في هذا العصر الذي انعدمت فيه خشية الله سبحانه وتعالى إلا من رحم ربي. فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن أنعم علينا بحاجة فضلة الأم الفضلة أم أنور ومن كان على شاكلتها، ممن يبدأون حياتهم وممن يبدأون يومهم بصلاة الصبح وبقراءة القرآن طاعة لله سبحانه وتعالى وبصلاة الضحى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر في المسلمين من أمثالك أم أنور. ولكن بالنسبة لسؤال حضرتك يا أم أنور، الله عز وجل يقول في القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. فكل إنسان لا يكلف الله أحدا فوق طاقته، ولكن يا أم أنور أنت مطالبة مثل أي مسلم، أنا وأنت وكل الناس مطالبين، كلنا كل المسلمين كل المسلمين مطالبون أن يجتهدوا في تعلم القرآن. اجتهدي في تعلم القرآن. والصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا يتعلمون القرآن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يقول لهم للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني فالأول الإظهار إلى آخر متن تحفة الأطفال أو الجزرية أو غير ذلك. لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة هكذا، ولكن أحسن طريقة لتعليم أمنا الحاجة الفاضلة أم أنور التي وعدتني وفزت بهذه الحلقة بدعوة من الأم الفاضلة أم أنور، يعني أنا والله كنت أبكي يوم ما ماتت أمي عليها رحمة الله أني افتقدت من تدعو لي، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا الدعاء الصالح. فالحاجة أم أنور ربنا يبارك فيها وطول في عمرها ويحسن في عملها رب، وسائر أمهاتنا الفضليات الجليلات اللائي نتعلم منهن تقوى الله سبحانه وتعالى، يجب عليها أن تتعلم بطريقة التلقين. يعني ماذا بطريقة التلقين؟ كما نسمع مثلا الشيخ الحصري عليه رحمة الله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، وهكذا إلى آخر الأمر. فأنت يا حاجة عندما تجلسين مع أخت مجودة وتجلسين معها مثلا نصف ساعة أو ساعة إلى ربع أو ساعة كل يوم، وتقرأين معها مثلا سطرا واحدا أو سطرين أو ثلاثة أسطر، هذا أنفع لك عند الله من أن تقرأي خمسة أجزاء. يعني لو أنت مثلا تجلسين في خلال الساعة مثلا تقرأين جزئين أو ثلاثة أجزاء، وستجلسين مع أخت تقرأين معها آية واحدة تقرأينها طول الساعة حتى تحفظيها وتعرفي معناها، ومثلا أخته تبسط لك تفسير، هذا أفضل من القراءة المسترسلة يعني. ولكن وأنت في هذا يعني أنت تجتهدين في الأمرين، تجتهدين في قراءة القرآن وفي الوقت نفسه تجتهدين في تعلم القرآن. فإذا أخطأت وأنت في أثناء التعليم لن يضيرك خطأك هذا،
السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القارئ بالقرآن وهو المتعتع بالقرآن أو القارئ للقرآن وهو عليه شق له أجرا، أجر القراءة وأجر التعتع، والقارئ والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر يوم القيامة. أسأل الله بحق وجه الكريم يا أم أنور أن يجعلك يوم القيامة من السفرة البرر. أسأل الله أن يجعلك مع كما أنت وعدتيني بالدعاء، أن يرزقنا الله الصدق والإخلاص، وأن يفتح لنا أبواب الخير كلها، وألا يدع باب خير إلا فتحه لنا، وألا يدع باب شر إلا أغلقه علينا، وأن يختم لنا بشهادة في سبيلي كما وعدتيني بهذه الدعوة وبشرتيني. فأنا أدعو لك يا أم أنور أن يجعلك مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة. فأستسمحك يا أم أنور أن تجتهدي بإذن الله تبارك وتعالى في تعلم القرآن، وأنت في أثناء ذلك ستثابين أعظم ثواب، وإذا صدر منك خطأ فستثابين على هذه القراءة حتى وإن أخطأت، ولكن بشرط أن تبذلي قصارى جهدك في التعلم يا أم أنور. نرجع إلى حديث عثمان بن أبي العاص، أن عثمان بن أبي العاص كان يصلي وكان الشيطان يأتيه في صلاته يلبسها عليه، يعني أو قراءته يلبسه عليه، أي يجعله يخلط ويسهو في صلاته وفي قراءته القرآن. فوصف له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إذا وجدت ذلك فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثا. يعني أنا الآن أصلي شعرت بأن الشيطان قد أحاط بي، أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأفعل كذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا شيئا يسير، فإن ذلك يذهب الله عز وجل عنك به هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، وخنزب أو خنزب أو خنزب هو قطعة اللحم المنتنة، خنزب وخنزب وخنزب هو قطعة اللحم المنتنة، ويقال خنزوب أو خنزاب، وهو نسأل الله السلامة هو الجريء على الفجور، هو الجريء على الفجور عياذا بالله، وخنزب هو الشيطان أو هو لقب من ألقاب الشيطان عياذا بالله. فهذا حرز من أحراز من الأحراز الخاصة بالصلاة، وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن يدفل على يساره ثلاثا ثم يسجد سجدتي سهو حتى يجبر السهو الذي وقع فيه في أثناء الصلاة. وإذا قدر الله عز وجل لنا وأمد في أعمالنا، سيكون لقاؤنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى يوم الخميس في الحرز مع حرز ثالث من الأحراز الخاصة، وهو حرز خاص بالأطفال، وهو حرز خاص بالأطفال، وسنأخذه بإذن الله تبارك وتعالى إن مد الله في أعمالنا يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة. أسأل الله العظيم بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يمد في أعمالنا، أن يمد في أعمالنا في طاعة الله سبحانه وتعالى. ونتضرع إلى الله عز وجل: اللهم إنا نتضرع إليك بقدس كل سبحة من سبحات وجهك الكريم، ونجأر إليك بحق كل رحمة من رحماتك الواسعة، ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم إنا نسألك بكل ما سألك به ملائكتك المقربون وأولياؤك الصالحون وأنبياؤك المرسلون، أن تملأ قلوبنا بكمال الصدق والإخلاص والخشوع والخشية والإخبات والإنابة والتوكل واليقين، وأن تشفي قلوبنا وتطهرها وتزكيها، ولا تجعل في قلوبنا مثقال ذرة من رياء أو سمعة أو عجب أو كبر أو حقد أو حسد أو غل أو أي مرض من أمراض القلوب. اللهم اشف قلوبنا من أمراض الشهوات والشبهات، اللهم اشف قلوبنا من النفاق، اللهم اشف قلوبنا من النفاق، اللهم اشف قلوبنا من النفاق بحق رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا كمال عبوديتك عبودية ترزقنا بها كمال ولايتك، ولاية نستأهل بها كمال حفظك ورعايتك، رعاية لا يصيبنا معها سحر ساحر ولا حسد حاسد ولا مكر ماكر ولا كيد كائد ولا ظلم ظالم ولا شر ذي شر، أنت آخذ بناصيته أبدا. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ومكرنا وتدبيرنا، ونلجأ إلى حولك
وقوتك ومكرك وتدبيرك، فدبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم أنت تعلم المفسد من المصلح، فانصر المصلحين في الأرض على المفسدين فيها. اللهم أنت تعلم المفسد من المصلح، فانصر المصلحين في الأرض على المفسدين فيها. اللهم انصر المصلحين في الأرض على المفسدين فيها. اللهم عجل فرجك وقرب غوثك وأنزل نصرك بحق رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجا، اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. اللهم لا تجعل لنا دعوة إلا أجبتها، ولا مسألة إلا أعطيتها، ولا حاجة إلا قضيتها. رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، وانصرنا على من بغى علينا، وانصرنا على من بغى علينا. واجعلنا لك ذكارين، لك شكرين، لك رهابين، لك مطوعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا بحق رحمتك أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين وفك أسرهم بحق رحمتك أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.